ان احنا لا نغفل الجانب التكنولوجي كبعد جديد. انت اشرت الى فكره ان في دول تانية ربما اكثر فقرا بتستغل الجوانب التكنولوجيه. في حدود معلوماتك يا باشمهندس، ايه هي التجارب الاخرى او التطبيقات التانية للتكنولوجيا اللي موجوده في بلدان تانية وممكن نستخدمها في الاستحقاقات المقبله؟ والله ابسط حاجه ان احنا ابتدينا بشكل تدريجي لعمليه الاستخدام التكنولوجيا في الانتخابات او الاستفتاء. اول تجربه كانت في الاستفتاء لما كانت في عينه حوالي 100 لجنه في 300 جهاز، وكانت ده تبرع من الشركه لانها كان لينا رؤيه ان احنا نحاول نشد كل المقامين على هذا العمل انه في اتجاه للفكره نفسها ويتعرف، ونجحت نجاح كبير بشهاده. يعني انتوا تقدمتوا بالفكره الاول للحكومه المصريه وقلت لهم احنا عايزين بنقدم لكم اقتراح بالزبط. وجربتوا ده في الاستفتاء، والتكاليف كلها تحملتها الشركه على اساس ان احنا نثبت ان التكنولوجيا فعلا فيها تساعد عمليه الاستفتاء وعمليه الانتخاب، ولقت نجاح كبير جدا بشهاده اولا القضاه اللي هم كانوا متعودين بقالهم على سنين طويله على سيستم ورقي. النهارده ابتدى يستخدم التكنولوجيا ولقاها فعلا مفيده للعمل، وان هو بيوفر وقت كبير جدا وسهوله جدا في تحريك العمليه داخل الدايره. التجربه دي نجحت، تم حصلت عمليه شجاعه لكل القائمين على هذا العمل ان نروح للمرحله اللي بعديها ونستخدم بدل ما تطبيق واحد اللي هو تسجيل الناخبين في عدد معين من اللجان، استخدمت في اكثر من 4 تطبيقات لحتى الان، او يعني في الثالثه والرابعه ان شاء الله في الاستفتاء نفسه في الانتخابات نفسها بعدد اكبر اللي هم 2000 جهاز. نتمنى ان احنا المرحله اللي 2000 جهاز هيكفوا في كل الدوائر الانتخابيه طبعا. لا دي عينه لغايه دلوقتي، دي عينه برضه يعني برضه استخدامها في الانتخابات هيكون استخدام تجريبي بالظبط. 33000 لجنه تقريبا، النهارده في 2000 جهاز، لكن استخدمت بالكامل في عمليه التسجيلات او في عمليه المغتربين او تسجيل تغيير العناوين الاقتراع اللي هو المواطن اللي يرغب في الاستفتاء او تلاقي بصوته في مكان غير موطنه او غير المحافظه اللي هو فيها، والعمليه الثالثه اللي بالخارج، وده تم اعتماد عليها تقريبا اعتماد اساسي يعني في عمليه الانتخابات في الخارج والعينه اللي جايه. اتمنى ان التكنولوجيا بعد ما لاقت هذا النجاح واثبتت فعلا ثقه لدى الجميع ان هو يستخدمها في المرحله الجايه، ان احنا نوصل لمرحله ان الانتخاب يتم الكترونيا. طب التكلفه يا فندم، يعني هل دي هتفرق جامد في تكاليف العمليه الانتخابيه بشكل كبير؟ يعني انتوا في التجربه تحملتم انتم التكلفه، لكن في التجربه الاولانيه، التجربه الثانيه اللي هي اللي احنا فيها دلوقتي، لا وزاره الاتصالات هي اللي قامت بشراء الاجهزه. تكلفه تقريبا يعني ده هيزود نسبه تكاليف الانتخابات مثلا؟ انا اعتقد انه هيقلل على المدى البعيد. احنا بنستخدم ورق، عمليه ورقيه مكلفه جدا في طباعه الجداول وما شابه ذلك وعدد العناصر البشريه كمان اللي بنستعين بيهم. لكن هنا نحط التكلفه على جنب، الاستفاده من اللي بيحصل ده في عملية إغلاق دائرة التزوير تماما، الراحة اللي بيلاقيها المواطن مع المنظومة كلها بكل المستخدمين فيها، ودقة البيانات والبيانات الحية اللي أنا بقدر أخد قرار أن أنا أزود أجهزة في لجنة عشان في زحام، كل دي قرارات تطلع من البيانات اللي بتوصل لحظيا لجنة. دي استفادة كبيرة لا تقدر بثمن مقارنة بالثمن المادي للأجهزة دي. طيب يعني دلوقتي حضرتك بتتكلم على فكره ان ممكن الناخب هيدخل اللجنه لو كان في الجهاز ده موجود، مش هنحتاج ان احنا ندور في الكشوف زي ما كان بيحصل، ولا هنحتاج ان احنا نسيب البطاقه، يعني بمجرد ان هي بيتعملها السكاننج اللي حضرتك وريته لنا ده، وبعدين بعدها على طول بيدخل بيدلي بصوته، لا يستطيع ان هو يصوت مرتين مثلا او يصوت في دايره ثانيه، ده ممكن يخليه يصوت في اي مكان من غير ما يكون مرتبط كمان بدايرته على ما فهمت. مظبوط، لو وصلنا لعدد او لو وصلنا لعدد الاجهزه دي كلها في كل اللجان هنقدر نوصل لحد ان التصويت مش لازم يكون مرتبط بلجنه بقى. اي لجنه بالزبط. ممكن واحد يصوت فيها، مفيش بقى لجان وافدين وكل الكلام ده كله. لو انتشرت الاجهزه دي في كل اللجان بقت دايره زي الخارج. الخارج كان فعلا مغلقه، لو طلع من سفاره راح سفاره ثانيه ما كان مش ممكن كان هينتخب. بالاضافه ان انا برضو يعني عشان الثقه تزيد عند الساده القضاه، البروسيس الورقي او العمليه الورقيه لا تزال ماشيه بنفس بالتوازي مع العمليه الالكترونيه لغايه لان احنا لسه ما زلت حضرتك ما قلت في مرحله التجريب والمتشابه. لكن اللي بيساعد ايه؟ ان انا بدل ما بدور في الكشف، انا هنا بعمل قرايه لرقم بيطلع لي رقمه في الكشف على الشاشه، فبروح على رقمه وبعلم عليه على طول. يعني حتى ان انا ماشي الطريقتين او الوسيلتين بشكل متوازي بقدر احقق هنا السرعه والسلاسه للساده القائمين على العمليه الانتخابيه نفسها من المستشارين والقضاه باستخدام هذا الجهاز. وده اللي فعلا يعني احنا بعد الاستفتاء عملنا استطلاع راي مع الساده القضاه اللي كان لينا الحظ ان هم يشاركوا في التجربه في اللجان المحدوده اللي اتعملت فيها.
كل الردود اللي جت ورقيه ومكتوبه ان هم مش هينزلوا انتخابات تاني الا لما يكون في اجهزه زي كده، لان فعلا سهلت لهم شغل كتير جدا. وكانت يعني انا حسيت برضو من التعليقات اللي جت من المواطنين حسوا فرق كبير جدا في العمليه الانتخابيه. طب ايه التطبيقات التكنولوجيه التانيه اللي اشار اليها الدكتور وممكن نستفيد منها؟ يعني مش لازم يعني يبقى في استفاده منها في العمليات الانتخابيه اللي جايه وممكن تسهل عمليه الانتخاب؟ والله انا اتمنى ان احنا نوصل لمرحله ان الانتخاب نفسه يتم على اجهزه زي كده، تبقى العمليه كلها مغلقه. يعني اللي هي استخدام لو النهارده رايح انا بدل ما بدلي صوتي بورقه بشوف المرشح بتاعي وصورته موجوده هنا، وللناس اللي هي ما تقدرش حتى ما تقدرش تقدر تعمل تاتش بس على الاسم ويسجل التصويت بتاعه، يبقى التصويت كمان بيتم بعمليه الكترونيه مغلقه تماما. جميل. ده طبعا محتاج تشريع، يعني اكيد ده محتاج تشريع لان لا يزال هل هيحتاج تشريع فعلا استخدام الجهاز؟ طبعا محتاج تشريع لان كل القوانين المنظمة للحقوق السياسية ومباشرة الحقوق السياسية يعني متوافقة مع فكرة الورق وفكرة العامل البشري وفكرة الجداول بشكلها التقليدي. بس هو محتاجش تشريع في الانتخابات الخارج؟ دي عملية تسجيل، يعني دي عملية تسجيل لأن عملية الانتخاب نفسها ما بتتمش على الجهاز. يعني هو بيروح يصوت، لأن الجزء اللي بيتكلم عنه البشمهندس وليد إن هو كمان ممكن يصوت إلكتروني. يعني ده مرحلة لاحقة لسه ما وصلناش ليها.